مساحة مفتوحة للأطفال داخل أروقة مكتبة السماوة المركزية لتطوير وتنمية موهبة الرسم لديهم. فعاليات مختلفة تقيمها المكتبة كل جمعة، يشارك فيها أصحاب المكتبات الخاصة والرسامون وأصحاب الأعمال اليدوية لعرض نتاجاتهم أمام الزائرين، حيث تشهد المكتبة حضورا لافتا من الأهالي للإطلاع على الأنشطة المختلفة. نشوف اكو توافد من الناس، بحيث يعني الناس كانت فرحانه جدا سواء كانوا كبار صغار اكاديميين غير اكاديميين، خصوصا ان احنا سوينا برنامج اسبوعي ثقافي. هذا البرنامج الاسبوعي الثقافي يكون مختلف عن بقيه الفعاليات اللي تصير بالمؤسسات الاكاديميه او الغير اكاديميه، يعني مثلا خليته منوع، خليته يكون حول المجتمع، حول البيئه، حول الصحه النفسيه، حول العقائد، حول المذاهب، حول الرسم أو أعمال اليدوية. تضم الفعاليات والأنشطة ندوات نقاشية مختلفة، من بينها الحديث عن البيئة والتغيرات المناخية وكيف أثرت على الحياة والإنسان في البلاد، وضرورة الاهتمام بالتشجير والحدائق العامة والمنزلية. نأكد على الاهتمام بالحدائق المنزلية والتشجير أمام المنزل كدرع يحمينا المنزل من الإجهاد الحراري، وأيضا نكون مساهمين وفعالين بالمجتمع ومساندين لدوائر البلدية لإنجاح عمليات التشجير اللي دعت لها مؤخرا الحكومة العراقية. رغم عدم افتتاحها رسميا وعدم تجهيزها بالأثاث والكتب، إلا ما قامت بعض المكتبات والأدباء والمثقفين بالتبرع به لها، فإن المكتبة المركزية تشهد فعاليات وأنشطة مختلفة وتوافدا كبيرا من الأهالي. من المثنى خليل بركات، يو تي في.